Hola, buenas tardes. Queridos espectadores y seguidores del diario electrónico G20 en su versión española. Bienvenidos al programa Invitado Especial. Es la primera charla que tenemos de este tipo y con ella inauguramos este programa. Bueno, encantados de recibir y charlar con un destacado responsable de seguridad, quien preside una de las oficinas e instituciones más destacadas en Marruecos a nivel policial y de inteligencia. Por supuesto, estamos hablando del señor Habib Sharkawi, director de la Oficina Central de las Investigaciones Judiciales. Cabe recordar que esta oficina se considera como un garantizador de la seguridad y la estabilidad en nuestro país. Esta oficina fue fundada en 2015. Se preocupa por la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. A pesar de sus pocos años en este país, esta oficina, bueno, es muy conocida y tiene un reconocimiento muy destacado a nivel mundial por su profesionalidad, por su experiencia y sobre todo por la profesionalidad y la formación de sus agentes. Bueno, señor Habib Sharkawi, bienvenido aquí con nosotros. Shukran. Es un placer acompañarnos. Shukran. Marhaban bikum. Bueno, vamos a volver a la parte más esencial y que nos preocupa hoy, que son las preguntas. Primero vamos a empezar con la actualidad, es decir, los temas más destacados hoy en la región, en Marruecos. Vamos a empezar con esta pregunta muy importante: ¿cómo evalúa y valora la cooperación entre Marruecos y la Unión Europea? مبدئيا على ان المملكه المغربيه منذ الاحداث ديال 11 سبتمبر 2001 الامريكيه انخرطت المملكه المغربيه بشكل تام ومباشر في محاربه الجريمه الارهابيه ومحاربه الارهاب الى جانب دول التحالف الدولي ولازال هذا التعاون وهذا الانخراط قائما الى يومنا هذا بدون انقطاع وبشكل منقطع النظير اما فيما يخص التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي فإن المملكة المغربية وأتحدث هنا على كما تعلمون على أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي أنشئ في 20 مارس 2015 بموجب قانون فهو معروف والذي هو تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ويشتغل وفق القوانين ووفق الضوابط التي المعمول بها من الناحية القانونية وفي احترام تام لسيادة القانون واحترام تام لمبادئ حقوق الإنسان والحقوق الفردية على أن المملكة المغربية وتحديدا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبناء على المعلومات الدقيقة والقيمة التي توفرها هذه المديرية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية والتي سنتحدث عنها لاحقا كما بفضل المجهودات التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني بشكل مستمر مع شركائها مع جميع الشركاء سواء الأوروبيين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الأفارقة أو جميع الدول لا سيما الدول الأوروبية موضوع سؤالكم فإن التعاون لا زال قائما وأن هذا التعاون أعطى ثماره في من خلال على أن مجموعة من المشاريع التخريبية كانت بصدد الوقوع وبصدد ووشيكة الوقوع ببعض الدول الأوروبية وبناء على المعطيات والمعلومات الدقيقة التي كانت توفرها ولا زالت المديرية العامة للمراقبة الوطني يعني تم إحباط هذه المشاريع فمثلا على نأخذ مثلا فرنسا في التعاون القائم مثلا إيطاليا سبق يعني جميع الدول الأوروبية تتعاون ويتعاون معها المغرب
بمدها بالمعلومات من أجل إحباط المشاريع الإرهابية، وهذا التعاون قائم ومكن من إعطاء نتائج مهمة بزاف وتماما. وعلى أن كذلك المغرب أصبحت له أصبح شريك استراتيجي يعني على المستوى الدولي، وأصبح يحتل مكانة مرموقة بين الدول سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي بين جميع دول العالم، بما كما تعلمون على أن مثلا فرنسا مؤخرا تم تزويدها، وبناء على المعطيات التي مدتها بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فيما يخص المواطنة الفرنسية من أصل مغربي، والتي كانت بصدد القيام بعمل تخريبي بفرنسا، أنتم تعلمون ذلك. ولهذا في التعاون قائم مع جميع الشركاء الأوروبيين من خلال تبادل المعطيات، من خلال تبادل المعلومات، من خلال تقاسم الخبرات، من خلال تبادل الرؤى، من خلال تبادل يعني التكوين لجميع الأجهزة للأجهزة الأمنية. وأن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التابعة لهذا المكتب هي دائما يعني لا تتوانى في مد الشركاء بالمعلومات المتعلقة بالمجال الأمني، لا سيما الجريمة الإرهابية والجريمة العابرة للحدود. Bueno, usted dice que hay una buena cooperación y coordinación con los socios europeos. ¿Qué pasa con la cooperación con Alemania, este país con el que Marruecos ha suspendido sus relaciones? كما تعلمون أن الإرهاب عدو للجميع، ولا جنس له ولا وطن له ولا لون له، والتعاون ضروري لمحاربة هذه الآفة. أما فيما يخص يعني موضوع سؤالكم، فإن ألمانيا سبق كان معها تعاون، كان معها تعاون، إلا أن التعاون الأمني حالياً وأنتم تعلمون أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية فهو تابع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني. لحد الساعة ليس هناك مثلا ما من شأنه أن يفيد على أن هناك كاين تعاون، وبالتالي أحيلكم على أن هناك كانت يعني تصريحات، وكانت يعني جاءت على يعني من طرف القرار، كانت هناك قرارات اللي هي قرارات سياسية وقرارات سيادية كما قلتم بقطع التعاون. وبالتالي فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للمراقبة فهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، وهو يستمد قراراته ويستمد توجهاته ومجال اشتغاله من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فحاليا ليس هناك أي تعاون أمني مع ألمانيا في الوقت الراهن. Bueno, señor director, hoy por hoy hay un tema muy esencial y importante, que es lo que está pasando con España, es decir, las relaciones entre España y Marruecos. Se sabe que hay una buena cooperación, había, mejor dicho, una buena cooperación y coordinación entre Marruecos y España a nivel de seguridad e inteligencia. ¿Qué sigue siendo España un socio de Marruecos en esto, en la lucha contra el terrorismo y otros temas? Es decir, si seguimos hablando de una cooperación, ¿o esta cooperación está estancada o rota por el momento? بالنسبة للجارة إسبانيا فإن التعاون الأمني لا زال قائما معها، لا سيما في التعاون، أقول التعاون الأمني، والذي ولأن إسبانيا تربطها بالمملكة المغربية شراكات متميزة من حيث مجال محاربة الجريمة، محاربة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وجميع أنواع الجرائم. وهنا أؤكد على أن بفضل التعاون الوثيق ما بين إسبانيا والمملكة المغربية، وتحديدا يعني بناء على المعلومات الاستخباراتية والمعلومات التي يعني تبادل المعلومات ما بين السلطات، ما بين الأجهزة الأمنية الإسبانية ونظيرتها المغربية، فقد تم تحقيق مجموعة من العمليات وتفكيك مجموعة من الخلايا بشكل متزامن. يعني كانت هناك عمليات مشتركة يعني من 2014 حتى 2020 تم
تفكيك ما ما يزيد عن 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 14 خلية إرهابية ما بين المغرب وإسبانيا. ملي كنقولوا عملية متزامنة يعني كيتم الإيقاف في إسبانيا وتم الإيقاف مثلا في المملكة المغربية. هذا بالنسبة للجانب الإرهابي، إضافة إلى أن هناك تنسيق في مجال تنفيذ الإنابات القضائية مثلا في التنسيق الأمني، وحتى لأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مثلا كينجز مساطير كينجز قضايا كيكون تتبع وكاين تعاون مثلا وثيق ما بيننا وبين إسبانيا في هذا المجال. أضيف إلى ذلك على أنه في المجال ديال المخدرات كذلك، المخدرات الصلبة ولا المخدرات هذه يعني كانت هناك واحد التنسيق من حيث التتبع فيما يخص مثلا المخدرات، فيما يخص مثلا على جميع المسارات، للمسارات البحرية ولا المسارات الجوية ولا المسارات البرية، يعني كان هناك تبادل للمعلومات من أجل تفكيك العصابات الإجرامية والكارتيلات اللي كتنشط في هذا الباب. ومن 2018 تم حجز واحد الكميه كبيره من 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 مخدر ديال الكوكايين يعني من طرف المكتب المركزي للابحاث القضائيه، يعني بالتنسيق في هذا الباب مع 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 اسبانيا اللي تقريبا الكميه ديالها كانت تقريبا ما يزيد عن 1000 كيلوغرام من مخدر الكوكايين. فيما يخص التعاون على المستوى مثلا على المستوى ديال مثلا الهجره السريه، المملكه المغربيه تبذل قصارى جهدها يعني مجنده وظلت مجنده دائما من اجل محاربه هذه الظاهره، بدليل على ان المغرب فكك من 2019 غير في 2019 الى 2021 2456 شبكه متخصصه في الهجره السريه يعني اللي كانت بالنسبه للجاره الاسبانيه. يعني دائما تعاون قائم ودائما تعاون يعني كاين متميز. ونرجع للسؤال ديالك على ان ما حدث بخصوص المساله ديال استقبال اسبانيا الزعيم المفترض ديال الجبهه الانفصاليه والكيان الوهمي ديال البوليزاريو اللي هو ابراهيم غالي بانتحال صفه وانتحال هويه مزوره اللي هو تحت بن بطوش وادخاله الى اسبانيا مثلا بالطريقه التي يعرفها دابا اصبح يعرفها يعني كان له وكان له وقع على المستوى الوطني وعلى المستوى ديال جميع الدول، وانتم تلاحظون الاثار. هذا من شأنه تماما يمكن أن يؤثر كما جاء في الخرجات يعني الكلمة ديال السيد وزير الخارجية ولا الكلمة ديال السيدة ولا القرارات اللي كاينة، على أن هذا من شأنه يعني التعاون قائم والتعاون الأمني قائم لا نقاش فيه لحد الساعة. ما كاينش شي حاجة اللي كتقول على أننا نقطعوا مثلا احنا المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يعني ما التعاون كاين، ولكن من شأن هذا من شأنه أن يؤثر يعني بشكل ولو بشكل إيجابي على هذا التعاون إلى ما في يعني مستقبلا إلى حسب القرارات اللي كاينه. أما الإرهاب كما تعلم الإرهاب راه التعاون قائم فيه، لا سيما أنه كيستهدف الأشخاص وكيستهدف استقرار ديال الدول وكيستهدف التعاون الأمني، راه هذه يمكن يكون تأثير. Bueno, de sus palabras se sobreentiende que todavía hay una cooperación de seguridad e inteligencia y de inteligencia con España. تماما كاين تعاون قائم ما بين التعاون الأمني قائم. لحد الساعة كاين تعاون أمني قائم ما بين المملكة المغربية وما بين إسبانيا. Bueno, gracias. Pasamos a otra pregunta. Bueno, antes se hablaba de ciudadanos marroquíes o marroquí o de origen marroquí en Europa, adoctrinados que han viajado a zonas de tensión en Irak y Siria, fueron implicados en unos actos terroristas. Desde 2014 hasta 2019, pero ahora no se habla de esto. ¿Por qué? ¿Tiene usted una explicación? هو حاليا تتكلم عن الاشخاص المتطرفين او الجهاديين اللي عندهم يعني اللي كانوا التحقوا ببؤر التوتر. سابقا كانت المنطقه الافغانيه، يعني كانت القاعده كتنشط في المنطقه الافغانيه، يعني بعد ما نقولوش بعد الاندحار ديال يعني منطقه اسيا او غرب اسيا، بعد الاندحار مثلا ديال هذه القاعده بالمنطقه الافغانيه،
يعني لابد انها غيرت يعني نقلت الانشطه ديالها الاماكن اخرى اللي غالبا غادي كان شي سؤال عندكم في الحلقه ديال الساحل راه نقلوا واحد القاعده راه صبحت دابا كتمركز يعني الاتباع ديالها صبحوا كاينين في منطقه الساحل تماما. اما فيما يخص عدد الاشخاص والطبيعه ديال الاشخاص اللي ما بقناش كنسمعوا عليهم يعني مثلا في المملكه المغربيه لحد الساعه كاينه في الملتحقين التحقت 1659 شخص اللي التحقت ببؤر التوتر، 1659 شخص اللي التحقت ببؤر التوتر بالمنطقه السوريه بالمنطقه السوريه العراقيه. هاد الاشخاص اللي التحقوا راه هما اللي كيشكلوا حتى في العوده ديالهم لا على البلدان ديالهم الاصليه، حيت كتلقاها كاين اللي بيناسيونو وكاين اللي عندهم كتلقاه مثلا عنده جنسيه مزدوجه مثلا كتلقاه مثلا مغربي فرنسي او مغربي بلجيكي او هادي او في يعني كيعيش في دوله اخرى وكيحمل هو اصل مغربي وكيحمل جنسيه والعكس بالعكس صحيح يعني الدول الاخرى. هادو يعني الانخراط ديالهم الى جانب مثلا الجماعات التخريبية والجماعات الإرهابية مثلا لا سيما بالمنطقة السورية العراقية الموضوع ديال السؤال ديالكم كيشكل في حد ذاته واحد التحدي من خلال العودة ديالهم للبلدان ديالهم الأصلية لأنهم كيتكونوا وكيحملوا مشاريع تخريبية وكيتدربوا على كيتكونوا على الأسلحة كيتكونوا على صناعة السموم كيتكونوا على صناعة المتفجرات كيتكونوا على صناعة على كيفاش التخفي على طرق التخفي والأمنيات الشيء اللي من شأنه كيشكل ليس على المغربي فحسب ليس على المغربي على حسب بل على كل 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 ملتحق من اي دوله بالنسبه للاصل ديالو. والشيء هناك العديد من 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 هاد الاشخاص اللي مازالوا مثلا بالمنطقه السوريه العراقيه. وغادي نحيلك على واحد المساله اللي مهمه مثلا حنا المكتب المركزي للابحاث القضائيه مثلا في المغرب هاد 1659 عادت منها 270 شخص 270 شخص. المكتب المركزي للابحاث القضائيه ملي كنقولوا عائد ستارودونو اللي هو يعني ماشي تم الايقاف ديالو داخل المغرب وانما كان توجه لبؤر التوتر باش يشارك الى باش يشارك مع داعش في العمليات القتاليه ديالو ورجع لهذه علما ان كان 137 اللي رجعت اللي قدمها المكتب المركزي للابحاث القضائيه من هذ 270 والاخرين راه كاين مصالح اخرى كاين الفرقه الوطنيه للشؤون القضائيه مثلا او 137 حاله منها 115 من هذ 137 منها 115 اللي كانوا بالمنطقه السوريه العراقيه وعندهم علاقه بداعش عندهم صله بداعش وكاينه 14 شخص اللي هما رجعوا من فرع ديال ليبيا من داعش فرع داعش بليبيا وكاين 8 ديال العناصر 8 ديال الاشخاص اللي تمت الإعادة ديالهم ماشي رجعوا الرسوم أو تم الإيقاف ديالهم تمت الإعادة ديالهم بتنسيق ومبادرة مغربية وبتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار واحد المبادرة إنسانية 8 ديال الأشخاص وهذه المبادرة لقات واحد الاستحسان يعني هادو كانوا معتقلين عند القوة الأفداس عند القوة السورية الديمقراطية هذه لقات واحد الاستحسان سواء من طرف الأشخاص أنفسهم أو من طرف العائلات ديالهم أو من طرف يعني حتى الرأي العالمي. نرجع لك هنايا باش ما نشوفوش كاين حتى النساء 288 امراه اللي مشاو اما في اطار يعني لم الشمل مع تبعات الزوج ديالها او ملي كتكون عندها حتى هي كتكون عندها مثلا يعني انتماء وكتكون عندها واحد يعني انتماء عقائدي متطرف ومشات على اساس تشارك مثلا ولكن اغلب هاد النساء اللي هما 288 واللي رجعت منهم رجعت منهم 99 امراه رجعت منهم 99 امرأة حاليا هادو حتى هما كيكونوا بحال الاخرين كيكونوا موضوع مثلا موضوع بحث ملي كترجع ولا حاجه موضوع بحث ولكن غالبا كتلقى على ان الهدف الرئيسي ديالها من الالتحاق هو باش تمشي تدير ولاد وتمشي تمشي للزوج ديالها الشيء اللي كيتم البحث معها عند العوده وكتنسيق مع النيابه العامه جميع الاعمال وجميع الابحاث وجميع التحريات وجميع يعني ما يقوم به المكتب المركزي للابحاث القضائيه فهو تحت اشراف النيابه العامه المختصه اللي هي محكمه الاستئناف بالرباط فيما يخص الجريمه الارهابيه. اما تبقى المقتضيات ديال الماده 108 من قانون المسطره الجنائيه وتبقى حتى الماده 7 من قانون مكافحه الارهاب اللي هو صادر في 28/5/2003 مباشرة بعد ما كانت ضربات مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003 واللي خلالها خصني نقولها لأن خلالها تمنت المملكة المغربية
واحد استراتيجيه وطنيه بالقياده الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واعتمدت واحد المقاربه امنيه متعدده الابعاد يعني شامله، صلحت فيها الجانب القانوني وتم الجانب الديني والجانب السوسيو اقتصادي، واللي عطات الاكل ديالها، واللي انتم كتشوفوا الحمد لله يعني كيفاش يعني المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني والاجهزه الامنيه يعني واحد الاستراتيجيه يعني امنيه متوازنه ومحكمه، يعني باش لكي يعيش المواطن سواء داخل المغرب أو خارجه، سواء المواطن المغربي أو المواطن الأوروبي أو الإفريقي أو العربي، يكون في أمان من ناحية السلامة دياله وحتى من ناحية الممتلكات دياله. يعني العودة ديال هاد الأشخاص كتشكل خطر، وهما ما نقولوا شيء راه نصهروا، يعني ما بقوش كنهضروا عليهم ما بقوا شيء دائما، لأن دابا المنطقة السورية العراقية داعش ما بقاش في المنطقة السورية العراقية، انتحر، كان الانتحار ديالو من خلال الضربات الموجعة اللي تلقاها من دول التحالف اللي المغرب راه فيها. الشيء اللي كاين اللي رجعوا للدول ديالهم، مثلا كاين اللي رجع لألمانيا، كاين اللي رجع لفرنسا، كاين اللي رجع لهولندا، كاين اللي رجع هذه، كاين هذه كاين اللي رجع مثلا كان رجع عندنا 270 ناس راه كترجع. الور العودة ديالهم كيبقى القانون ديال الدولة اللي هي رجع لهذاك السيد هي اللي كفيلة به، واش القانون كيخليها واش كيكون موضوع بحث، واش كيكون موضوع تحريات، واش يتم الاستدعاء ديالو، واش يتم التتبع ديالو، اشنو الاجراءات اللي كتتم، يعني كل القوانين راه كاينه القوانين وكاين الاتفاقيات، لان المغرب في اطار التعاون الدولي، باش نزيدها، المغرب في اطار التعاون الدولي راه ملتزم بجميع المواثيق، صادق على جميع المعاهدات الدوليه والقانونيه في مجال ديال مكافحه الجريمه الارهابيه الى يومنا هذا. Usted ha mencionado los Estados Unidos. Antes de volver al sur, queríamos saber cómo es la cooperación de seguridad y de inteligencia entre Marruecos y los Estados Unidos y entre Marruecos y América Latina. التعاون الأمني قائم ويتم سواء بطرق يعني لا بد من التعاون يكون. وكان بالنسبة للمغرب يعني منفتح، المملكة المغربية منخرطة في التعاون الدولي ومنفتحة على 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 التعاون مع جميع الدول اللي منها حتى الدول ديال امريكا اللاتينية. مثلا نقدر نشوف مثلا كان على حققنا مثلا البرازيل، يعني مثلا البرازيل كنديروا مثلا كان هناك دول اللي كتعاون مثلا في اطار تبادل المعلومات، التعاون الامني من يخص مثلا الارهاب او حاجه، يعني التعاون هنا قائم. ¿Podría usted darnos unos países como ejemplo de buena cooperación y de buena coordinación? ¿Y otros países con que no se puede trabajar, no se puede cooperar, resulta difícil? مبدئيا المملكة المغربية وكما ذكرت يعني التعاون يعني منخرطة بشكل رسمي في التعاون، وتسعى دائما لرفع مستوى ديال التعاون اللي عطى النتيجه ديالو كيف قلت لك، مع سواء مع الاتحاد الاوروبي او مع الدول ديال العديد مثلا من الدول، وكذلك مثلا حتى الولايات المتحده الامريكيه مثلا راه كاين تعاون يعني هو يعني جاد وتاريخي. مؤخرا مثلا حتى التفكيك ديال الخليه اللي كانت التفكيك ديالها في وجده، مثلا في وجده بقى بعث لك على السؤال ولكن غادي نرجع، في وجده مثلا في 25/3/2021 تم تفكيك واحد الخليه مكونه من واحد 4 العناصر، اللي بفضل التنسيق الامني ما بين الاجهزه الاستخباراتيه ديال المدير العام لمراقبه التراب الوطني وما بين اجهزات الاستخبارات الامريكيه الاف بي اي ولا سيات، يعني تم تفكيك هذيك الخليه اللي هي كانت كتشكل واحد الخطر يعني على المملكه المغربيه، واللي كانت عندهم علاقه عند العناصر ديالها عندهم علاقه مثلا بدول الساحل. هنا يعني هذه الشراكات المثمره كتاكد مره اخرى من خلال التعاون البناء. اما مثلا الدول التي لا تتعاون، فمثلا الجزائر الشقيقه، الجزائر اقول يعني لا تتعاون بصفه قطعيه، وهذا من شانه ماذا؟ هذا من شانه اضعاف المجهودات اللي كتقوم بها للمملكة المغربية ولا باقي الدول المنخرطة في التعاون الدولي، كيشكل خطر حتى على من على 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 الأرواح وعلى السلامة ديال الأشخاص، لا الجزائريين ولا المغاربة ولا دول المنطقة المغاربية ككل. وهنا لأن التعاون
لا يمكن محاربة الإرهاب. وكنا نقوله دائما لا يمكن محاربة الإرهاب إلا بواحد يعني بشكل اللي هو شكل صارم وبشكل اللي هو يعني إيجابي، إلا من خلال واحد التعاون دولي بناء ما فيش يعني بدون يعني ملابسات. يعني الإرهاب خصو يتحارب لأنه عدو ديال الجميع، كيدمر كيشل الاقتصادات، كيدي الأرواح، كيأثر. ما فيش هذه، لأن عندك معلومة خصك تعطي المعلومة. سي سابي كي أفريقيا أوكسيدنتال سي أكونفيرتيدو إن أون روتا دي لوس كارتيلس لاتينو أمريكانوس، إز ديسير del crimen organizado. ¿Hay una presencia de estos cárteles en Marruecos o solamente tienen unos grupos que activados en el norte de África? ما يمكن القول في السؤال هو على ان المكتب المركزي للابحاث القضائيه يتكون من فرقتين، فرقه مكافحه الارهاب وفرقه مكافحه الجريمه المنظمه، وكلتا الفرقتين يعني كتشتغل وفق المنهجية وفق المنهجية يعني المحكمة والمتوازنة وبناء على المعطيات والمعلومات اللي كتوفرها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فبالإضافة إلى الحصيلة اللي حققها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال مكافحة الإرهاب، واللي منذ الإنشاء ديالو إلى يومنا هذا فكك يعني 83 خلية إرهابية، منها 77 خلية إرهابية عندها علاقة بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية اللي هو داعش. كذلك على أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة تهي يعني حققت واحد الحصيلة فيما يخص يعني تفكيك العديد من الكارتيلات وتفكيك وحجز لكميات مهمة من مخدر الكوكايين ومن مخدر الشرة، وهذا يعني وتم إيقاف العديد من الأشخاص، لا الأجانب ولا الأشخاص المغاربة. وهنا كان يعني المكتب المركزي للأبحاث القضائية من 2015 إلى يومنا هذا يعني راه يعني حجز 59 طن و900 طن و900 كيلو، يعني 60 يعني بحال قلتي 60 طن من مخدر الشراء. هذا دليل على أن بالإضافة إلى ما يتم حجزه على مستوى باقي المصالح الأخرى. يعني محاربة الجريمة المنظمة يعني مستمرة بشكل دؤوب ولا رجعة فيه، كما أن تم حجز كميات مهمة كذلك من مخدر الكوكايين. هذا مخدر الكوكايين يعني تبت على أنه من خلال التحريات اللي كيقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية وفرقة مكافحة يعني الجريمة المنظمة على أن الأصل ديالو هو يعني هو من دول أمريكا اللاتينية، سواء وغالبا كيكون الدخول ديالو يعني والإدخال ديالو والشحن ديالو يعني عبر المسارات البحرية سابقا، إلى أنه بالرغم على ان المملكه المغربيه يعني تتخذ جميع الاحتياطات والاجراءات يعني لحمايه الحدود ديالها لا على المستوى البري ولا على المستوى الجوي وعلى المستوى البحري. وظهر على ان هناك واحد تواطؤ ما بين بعض المغاربه مثلا اللي كنشطوا مجال الاستثمار الدولي في المخدرات وما بين اشخاص اجانب، يعني من خلال المصادر اللي كتنجز وهذه واللي تقدموا العداله، وعلى ان المغرب هو يعني سيتو فيما يخص يعني تخزين الى حين ايجاد منفذ من اجل يعني اخراج الكميه التي تم يعني كتكون هناك كيستعملوا مثلا زوارق مطاطيه كتدخل الكميه ديال المخدرات، يعني كاين تنسيق ما بين التنسيق، الى انه هذا ما كيبقى شيء على انه يعني بشكل يعني اللي هو كبير، لا يعني بحال قلتي صغير. يعني هناك تبت على ان يعني مسائل اللي هي تقريبا مسائل جزئيه فيما يخص هذا النشاط. هذا كيحاولوا باش يديروا المغرب كبلد عبور فقط من اجل يعني باش ياكلوا المارشانديز ديالهم هذه، وهذا يعني تم القضاء عليه ووضع حد ليه، وهذه الظاهره هذه يعني في طريقها للزوال. اما باش عندنا مثلا في المملكه المغربيه عندنا كارتيلات اللي هما هذه، لا، المغرب يعني بفضل الاجهزه الامنيه ديالو وبفضل المعلومات الاستخبارات اللي كتوفرها المدير العام لمراقبه التراب الوطني الاجهزه ككل يعني يعني واقف وكيحارب هذا المجال هذا. gracias por esta muy buena explicación. Tenemos más preguntas para usted. Volvamos después de la pausa.
nuestros queridos espectadores, seguidores de nuestro diario electrónico Reventi. Nos vemos después de la pausa.